فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوا بطبيعة عن النوادي الكل. اليوم جديد في النادي القربي تعيين اللاعب السابق، اللاعب الدولي السابق، خلينا نقول لعب شويه في المنتخب، فخر الدين قلبي كمدرب جديد للنادي قربه. فخر الدين موجود معنا بالتليفون، اهلا بك فخر الدين. اهلا مرحبا بك سلام، ومرحبا بكافه المستمعين. مانيش غلط لعبت شويه في المنتخب؟ اي لعبت في المنتخب، كانت لي دعوه في المنتخب مع المدرب الوطني السابق رجيل مير وقتها في الليكدو. كنت مع قربه، كان مانيش غلط. اي بالضبط، نصور الجوار لينيك جوار اللي تم دعوته من الرابطه الثانيه لصفوف المنتخب، وكان شرف كبير ليا وقتها. فخر الدين، ظهر لي بعد ما كملت مسيرتك كلاعبي بديت مسيرة جديدة كمدرب وتجربة جديدة ليك، باش تكون معايا دي قرب فريقك الأم. أكيد صحيح، عندي 3 سنوات من اللي كملت التجربة كلاعب كرة قدم ودخلت مجال التدريب هذا. الحمد لله اليوم معناتها في تجربة جديدة من أهم تجارب في 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 مسيرتي الرياضية، أن يعني يكون مدرب أول للفريق الأم من نادي رياضة القربي، وإن شاء الله ربي يوفقنا. شنو الأهداف حددتوها مع الهيئة المدير؟ والله الأهداف بالنسبة لنا احنا كنادي رياضة القربي معناتها جماعية، أكيد معناتها تعمل على تكوين الشبان، وأكيد من أكثر لي سونتر دي فورماسيون اللي مشهورين في تونس، نعملوا على أكثرية على سونتر دي فورماسيون على اللاعبين نتاعنا من نادي رياضة القربي من قطاع الناشئين أكيد، دونك مع شوية تطعيمات بطبيعة. الهدف الأساسي إن احنا نكون معناتها الهدف الأولاني إن احنا نضمن البقاء بأريحية معناتها في الموسم الرياضي، وإذا كان جات حاجة مخير مرحبا. مدايدة ما خرجت من أنش ملاعب، إذا اللي آخر ملاعب يخرج من قرب حسين بن علي كما يجي غلطه. والله هما يخرجوا الحق معناتها، حتى الصغار معناتها تلقى 18 19 عام أكيد فما لاعبين يخرجوا من نادي رياضة القربي، عندنا لاعبين ما تخرجت البريزيدي التونسي مع دارنير مون كيف عندنا لاعبين ممكن في المرحلة هذه ممكن ياسر زادة كيف هما ما تعرف سيكون نادي رياضة القربي معروف تكوين شبان ديما معناتها الفرق الكبيرة تحاول ان هي تشوف الكاليتي والجوار والمواهب الموجودين. بدأت في الفترة الأخيرة معناتها خيرت الهيئة المديرة ولا خيرت انها تمشي في التوجه نتاع ان هي ما تسيبش اللاعبين الغار، دونك تحاول نحن نوصلهم للفريق الاول، ومش الفريق الاول يولي وقتها ممكن نجم يكون بالظروف العامة نتاع كرة القدم التونسية في الموسم الاخير بحكم نقص العدد نتاع المقابلات اللي يخلي ممكن الجمعيات اغلبية الجمعيات تخمم من منطلق النهاية، تعرف الشامبيونا مثلا الموسم الفارق في ظروف استثنائية 10 مقابلات برتا، دونك ممكن الحاجات اللي ولات ترالونتي لابري فورماسيون بالنسبة للصغيرات نتاعنا. مي ان شاء الله قدرة ربي نادي رياضة القربي عنده الناشئين وعنده شبان اللي معناتها مازال عنده ما يقول عنده كلمته في المجال هذا. بعد شويه الفريق على المستوى نتاعو اللي تعودنا به، المكان اللي تعودنا به النادي القربي، ولا فخر الدين في السنوات الاخيره خاصه العامين الاخرانيين؟ والله هي بالنسبه لموضوع نادي رياضة القربي ممكن من في الفتره من اكثر الفرق اللي مترسمه في الرابطه الثانيه، ممكن 20 موسم في الرابطه الثانيه، مالوريزمون جات النكسه تاع موسم قبل اللي فات، قبل موسم 2017-2018، والموسم هذاك اللي جا نزول معناتها نزلنا رياضة القربي الدرجه الثالثه، اما اوريزمون معناتها دارك في نفس الموسم اللي بعده دارك معناتها ورجع لمكانه الحقيقي اللي هو الرابطه الثانيه، دونك الموسم اللي فات كنا كونفيرمي معناتها البلاسمون تاعنا في الرابطه الثانيه، وان شاء الله السنه معناتها نطمحوا باش تكون النتائج ان شاء الله معناتها في المستوى نتاع جمعيه نادي رياضة القرب ان شاء الله. فما خاصيه في قربه فخر الدين اللي الفريق كما كنت تحكي عدى تقريبا 20 عام في الرابطه الثانيه، علاش ما خممش الفريق يطلع بالي اخر؟ شفنا حتى فرق طلعت من الخامس والرابع والثالث وبعد طلعت للآد، لا قربة ديما في الثانية قاعد غادي ما عادش استراتيجي، ما عندكمش فلوس، شنو هي بالضبط؟ والله الحقيقة اسلام باش نكون واضح معك، معناتها كيما قلت لك نادي رياضة القرب يتعمل أكثرية على اللاعبين نتاعها اللي عندنا، ممكن سونتر دي فورماسيون من أحسن لي سونتر دي فورماسيون في تونس،
أما الإمكانيات المادية ما تعرف إسلام عزيز المديمة كما يقولها على قد إمكانياته يحدد أهدافه. بالنسبة للنادي الرياضي القربي صراحة نقص كبير في الإمكانيات المادية اللي يخليه هو طموحاته ما تكون على حد إمكانياته. هذا هو دونك في اللفة بالكلية راهو ما تعرف اليوم كرة القدم الأساس نتاعها الأساس تاع كرة القدم هي المال تعرف الإحتراف اللي دخلنا فيه. دونك كإمكانيات نادي الرياضي القربي نتصور اليوم بالإمكانيات المتوفرة نتصور إنه هو يكون في الرابطة الثانية هي ذيك هي طموحاته. نقولوا علاش لا ما يجيش نهار النادي الرياضي القربي بالإمكانيات نتاع اللاعبين نتاعه بالإمكانيات نتاع الشغف نتاع الجمهور نتاعه يجي نهار ونشوفوه في النادي الرياضي القربي. هذا حلمي الحقيقة معناتها الحقيقة هذا حلمي إن يوم من الأيام نشوف النادي الرياضي القربي في صفوف الكبار في الرابطة الأولى إن شاء الله. استاذ ظالي معك ولاد الجمعية اكيد عندي ستاف دونك انا احمد النجار لاعب سابق شكون المدرب مساعد انا مدرب حراس سمير المفلوسي اكيد معناتها لاعب سابق زاد في نفس الوقت عندنا في نصيف المسعدي هو المعد البدني ان شاء الله معناتها حاولنا ان احنا ديما نعملوا على ابناء النادي الكفاءات القربيه اللي ان شاء الله بقدره ربي بالتناغم وشيء لبعيد ان شاء الله ان شاء الله. فخذ الدين اكثر سؤال تسالك في الميديا شنو اكثر سؤال انا نلعب كوره ولا بعد نكمل صح في البريود الاخر البريود الاخر انا بقى انا ريال بونسي في مخي يقول ان انت حبيت تواجهني معناتها الفتره اللي لعبتها مع محمد صلاح انت ركز اي هذاك هو ديما فخذ الدين قلبي اسمه تربط محمد صلاح شنو تفكر فخر الدين مسيرش حكينا شويه من البريود اللي لعبتها عليه مع محمد صلاح كنت تتصور باش يوصل للمستوى اللي وصل له وقتها والله اذا اقول لك بالنسبه لموضوع محمد صلاح هذا ديما نقولها يعني محمد صلاح من اللاعبين اللي بصراحه معناتها ما تنجمش تجي كل يوم بصراحه معناتها مش كل موسم نجم يكون لاعب ولا كل هذه كل ممكن 50 سنه نجم يجيك لاعب في الوطن العربي من اللاعبين وبالامكانيات اللي محمد صلاح مش نقول لك انه هو توقعت انه في المستوى هذا ما نكذبش عليك وقتها في الفتره ذيك عمره 19 سنه او 20 سنه اما انسان عنده الامكانيات خاصه الامكانيات البدنيه اللي تخليه انه هو ينجم يلعب في مستوى عالي وعالي جدا اكيد ما هذا الامكانيات الفنيه كانت عنده امكانيات فنيه صحيح ما مش نقوله انه هو بار اكزومبل امكانيات فنيه من الامكانيات الكبار أما الإمكانيات البدنية والإمكانيات الفنية اللي زاد تحسن فيهم بصراحة كنت أتوقع أنه نجم يوصل للمستوى هذا وإن شاء الله إن شاء الله يوصل النهار إحنا في تونس يكون عنا لاعب كيما محمد صلاح إن شاء الله. إن شاء الله. شنو هي أكثر حاجة كان يتميز بها وقتها؟ معلش هو طبعا يمكن بيتور أكثر منه تكنيسيان ولا حاجة أخرى، شنو هي أكثر حاجة ميزة فنية أنت نجم تشوفه خير كان يتميز بها محمد صلاح؟ يعني أكثر حاجة نشوف محمد صلاح اللي كان متميز بها إنه هو معناتها في السرعة نتاعه شنو نقص السرعة نتاعه؟ معناتها إنه هو يعمل فيتيز ديفانس 50 متر فور إكزومبل في الشوط الأول ولا في أول 10 دقائق حتى كي نعمل بروجاسيون في 118 مينوت يعمل لك المان بيرفورمانس تاع الفيتيز نتاعه نفس السبرينت معناتها يعطيك ساعة دونك ما شاء الله معناتها الإمكانيات البدنية اللي ممكن الحاجات اللي ممكن تنجم في تونس تلقى عندنا لاعبين فنيا يكونوا متفوقين ومتميزين على محمد صلاح اما اكيد ما تعرف في العاد السرعه وعاد كره القدم العصريه هذه اكيد معناتها من الامكانيات البدنيه اللي تنجم تخليه انه هو يطلع المستوى نتاعه ونجم يلعب في مستوى عالي عالي جدا دونك من الحاجات هذه اكيد معناتها مش نقول فنيا ماهوش ممتاز اكيد فنيا ممتاز اما خاصه بدنيا بصراحه مميز حكيت عن لاعبين التوانسه فخر الدين تكنيكمون ديما تصير مقارنه بين المساكني ومحمد صلاح تكنيكمون شكون اقوى؟ ما فماش حتى مقارنه بالنسبه لي انا ايهاب المساكني معناتها يوسف نحكي على يوسف سامحني يوسف المساكني اقوى بمراحل اكيد من محمد صلاح فنيا باش نكونوا واضحين اما بدنيا لا تلقى الديفيرونس كبيره تلقى الفرق الكبير اللي عمل نتصور عمل الفارق في تحديد كيسوسوا الوجهات نتاع اللاعبين الاثنين والا المستوى اللي وصلوا له اللاعبين الاثنين اكيد معناتها. يعطيك الصحة، شكرا لك فخر الدين بالتوفيق إن شاء الله لك مع النادي القربي في الموسم القادم.
شكرا شكرا سلام السيخوة. دونك كان هذا معنا فخر الدين قلبي اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي للنادي الرياضي القربي فريق الأم. نتمنى له إن شاء الله التوفيق في تجربته الجديدة. كنا حكينا معه أيضا على تجربته ومزاملته للاعب النجم الدولي المصري النجم العالمي محمد صلاح، كان لعب معه في نادي المقاولون العرب كما تعرفوا الناس الكل. موسيقى الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسة.